أنا الالتزام دايما بتعلم بتحرك ببص لقدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكورة بطير بحلمي وعندي هدف وإلى متابعة أخبار الألعاب الأخرى، يعقد النادي الأهلي مؤتمرا صحفيا في 11 صباح غد الاثنين لتوقيع عقود استضافة النادي لبطولتي إفريقيا للكرة الطائرة سيدات التي ستقام خلال فترة من 5 وحتى 15 من مارس القادم. وتقام بطولة إفريقيا للرجال خلال الفترة من 25 من مارس وحتى 6 من إبريل القادم، حيث يترأس السيد محمد الجرحي عضو مجلس إدارة النادي اللجنة العليا المنظمة للبطولتين، ويحضر المؤتمر الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الإفريقي والتونسي منير بن سليمان نائب رئيس الاتحاد الإفريقي وعضو لجنة القانون في الاتحاد الدولي، وموري كيتا رئيس الاتحاد الغيني للكرة الطائرة ونائب أول رئيس الاتحاد الإفريقي. تلقى النادي الأهلي خطابا رسميا من الاتحاد المصري للكرة الطائرة بتغيير ملعب مباراتي الفريق في الجولتين الأولى والثانية بالدور النهائي من مسابقة الدوري الممتاز. وأخبر اتحاد الطائرة أن النادي بإقامة مباراتي أمام الطيران وسبورتينج يوم 20 و21 من يناير الجاري على التوالي بصالة اتحاد الشرطة بدلا من استاد القاهرة. وصل محمود فايز لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي أداء فقرات تأهيل وعلاج طبيعي على هامش تدريبات الفريق في ظل معاناته من جزع في الرباط الخارجي للركبة. وأكد الدكتور أحمد قدري أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل أن حالة اللاعب في تحسن مستمر وأنه سينضم إلى التدريبات الجماعية في غضون 10 أيام. كما أجرى أحمد عبد الرحمن لاعب الفريق أشعة على المخ للتأكد من عدم وجود مضاعفات نتيجة تعرضه لكدمة قوية في الرأس خلال مباراة الزمالك بنهائي بطولة كأس الاتحاد. نجحت فرق ناشئات اليد بالنادي الأهلي مواليد 2006 و2007 و2008 في الفوز بدرع الراحلة حبيبة حسن في البطولة التنشيطية التي نظمتها منطقة الجيزة لكرة اليد بملاعب حدائق الأهرام وعلى مدار 3 أيام. وقدمت فرق الأهلي أداء مميزا في جميع مبارياتها وتوجوا عن جدارة واستحقاق بالبطولة. يذكر أن منطقة الجيزة أطلقت اسم الراحلة حبيبة حسن ومنتخب مصر مواليد 2000 على البطولة بعد أن وافتها ألمانية أثر حادث أليم. نتابع مع حضراتكم أخبار الكرة العالمية، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.